مرحباً يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعاً مع نور. تمنحنا للطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك طاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور. البكاء. واو ديدي، انظر إلى هذا. بقعة ماء. بقعة ماء كبيرة هنا على الأرض. كيف حدث هذا؟ هاي المزيد من البقع. لا يمكننا اللعب وهناك بقع ماء على الأرض. شيء خطير. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. يجب أن نعرف مصدر بقع الماء. أها، شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور. مرحباً يا حكيم. لا أصدق ما أرى. ماذا تفعل بقعة الماء هنا؟ كنا نأمل أن تخبرنا أنت. نعم سأخبركم. أنا أعرف كل شيء. لنرى ما مصدر بقع الماء. كما توقعت، وحش البكاء هو السبب. ها؟ وحش البكاء؟ من هذا؟ إن وحش البكاء يشعر بالوحدة، ومن شدة الحزن يبكي بحرقة. إذا رأيتم بقع ماء كبيرة، اعرفوا إذن أنها دموع وحش البكاء الكثيرة. سيظل يبكي إذا لم يبتهج إلى أن يغرق العالم كله بدموعه. أصدقائي، لن نترك وحش البكاء حزيناً بهذا الشكل. إنه سيغرق العالم في دموعه. لن يتمكن أحد من اللعب أو الجري في أي مكان بعد اليوم. هناك حل واحد لهذه المشكلة. لابد أن نبهج وحش البكاء قبل أن يغرق العالم. للعثور على وحش البكاء، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب.
هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش البكاء. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش البكاء. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، مظلة. هل الطقس ممطر خلف الباب؟ لنرى بأنفسنا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر. هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً. مدوا أيديكم. والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. هيا لندخل من باب المظلة. هيا بنا. إنها لا تمطر. إنها لم تمطر بعد، لكن يبدو أنها ستمطر. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، إنه هناك. إنه عبر هذا الجسر. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل جداً. واو! أحذية؟ أحذية مطر مع المظلات؟ هذا أمر عجيب جداً. ياري! كيف نصل إلى الباب وهذه المظلات تمنعنا من المرور؟ هذا جسر أحذية المطر، وهذا نهر دموع وحش البكاء. ستنهمر دموعه الآن، ولهذا تحتمي أحذية المطر بالمظلات. سأقول لكم ماذا تفعلون لتجتازوا المظلات. اقفزوا فوقها وستعبرون الجسر. نقفز فوق المظلات؟ يا لها من طريقة عجيبة. للقفز فوق المظلات اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز فوق المظلات؟ الكنغر القافز، الصرصور الزاحف، القارض الحفار. الكنغر القافز.
أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نقفز فوق المظلات علينا أن نقفز مثل الكنغر. راقبوني. يقفز ديدي مثل الكنغر. لنقفز معا مثل الكنغر. ما زلتم معي؟ رائع. عندما أقول ثلاثة اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز. اثنوا أرجلكم واقفزوا عاليا من مظلة إلى أخرى. هيا يا أصدقاء اقفزوا معي. احذر يا ديدي. اقفزوا. إنني أقفز. اقفزوا معي. واصلوا القفز يا أصدقاء. اقفزوا معي. اقفزوا. لنسمع صوت أقدامنا تضرب على الأرض. أحتاج إلى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا القفز. أوشكنا على الوصول إلى الباب يا أصدقائي. نجحنا يا أصدقائي. عبرنا جسر أحذية المطر. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، رجل ثلج. أحب رجال الثلج. لنرى ماذا خلف هذا الباب. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ شيء رائع حقاً. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن أقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب رجل الثلج. اتبعوني. رجال ثلج. مدهش. الطقس بارد. في الواقع أشعر كأنني أتجمد. هيا يا أصدقائي، سنشعر بالدفء إذا وصلنا الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر من بحيرة الجليد. هذا أمر سهل جدا. الثلج زلق. هاي، احذروا يا رجال الثلج. واو، كيف سنصل إلى الباب الثالث ورجال الثلج يصطدمون بنا؟ هذه بركة جليد رجال الثلج من دموع وحش البكاء المتجمدة. رجال الثلج يتزحلقون في حفل الشتاء. إنهم يستمتعون بالاصطدام بكم وتعطيلكم. لاجتياز رجال الثلج وتفادي الاصطدام، اخطوا خطوات صغيرة وباعدوا بين أرجلكم. نأخذ خطوات صغيرة كي لا نتزحلق. كيف نفعل هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد
كي نخطو خطوات صغيرة ولا نتزحلق. الخفاش المرفرف، الفيل ثقيل الخطوات، البطريق المتهادي. البطريق المتهادي، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، حتى نصل إلى الباب الثالث علينا أن نخطو نخطو مثل البطريق. راقبوني. ديدي بطريق رائع. لنخطو خطوات صغيرة. ما زلتم في منطقة نور؟ شيء رائع. عندما أقول ثلاثة تهادوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تهادوا. لنخلد البطريق ونتهادى خطوات صغيرة. التهادي مثل البطريق ممتع حقا. خطوات صغيرة يا أصدقائي. احذر يا ديدي. وأنتم كذلك يا أصدقاء. لنخطو خطوات صغيرة معا. هيا نخطو يا بطريق. انخفض مستوى الطاقة. خطوات صغيرة يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. واصلوا التهادي معي يا بطريق. أوشكنا على الوصول إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. عبرنا بركة رجال الثلج. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. هذا رجل ثلج ودود. أظن أنه يصلح صديقا لشخص حزين. أشعر بدوار. احتفظ به يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش البكاء. ليس مصادا. هيا يا أصدقائي لنمنع وحش البكاء من إغراق العالم بدموعه. واو أصدقائي، انظروا إلى برك الماء. يبدو أن هناك شخصا حزينا. انظري، وحش البكاء. واو، مسكين حقا. إنه يشعر بالوحدة والحزن. يحتاج وحش البكاء صديقا يؤنس وحدته ويبهجه طوال الوقت. نحن نصلح أصدقاء، لكن لا يمكننا البقاء هنا. أنت محق يا ديدي. يجب أن نواصل الطريق. كيف نساعد وحش البكاء؟ هذا لا يا ديدي، لا أستطيع اللعب مع رجل الثلج الودود الآن. إنني أفكر في طريقة نبهج بها وحش البكاء. انتظروا، رجل الثلج الودود. أيها التنين، أنت عبقري كالعادة. هيا جربه الآن. انظروا معي يا أصدقاء. هيا يا وحش البكاء، أريدك أن تلتقي بصديق جديد. انظروا، لم يعد يبكي. في الواقع إنه يضحك. كان يحتاج صديقا يبهجه. لا دموع بعد اليوم. ولا مزيد من برك الماء.
وهكذا عاش الصديقان الجديدان في سعادة وهناء. إن اللعب أكثر متعة دون وجود برك ماء. هذا صحيح. ومن الرائع أن يكون لنا أصدقاء، أليس كذلك؟ نعم. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عثرنا على صديق لوحش البكاء ومنعناه من إغراق العالم بالبكاء. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة النور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ها 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 ها